أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة من محاضرات الوحدة الثالثة ضمن دروس اللغة الإنجليزية بمنهج الثالث متوسط، ودرسنا لهذا اليوم سيكون حول الإنشاء، إنشاء الوحدة الثالثة اللي هو يدور حول موضوع wild life، الحياة البرية. تبهوا يعني في هذا الإنشاء نكتب عن أحد أنواع الحياة البرية، وقد يأتي السؤال في هذا الإنشاء، قد يأتي هذا الإنشاء بصيغتين، فإذا احتوت صيغة السؤال على عبارة fact file اللي هو بمعنى ملف حقائق، يتم كتابة الإنشاء على شكل جدول كما هو موضح أدناه في النموذج الأول اللي هو هذا النموذج الأول. شوف يكتب على شكل جدول. أما إذا احتوت صيغة السؤال على كلمة paragraph يعني قطعة إنشائية، فيتم كتابة الموضوع على شكل قطعة إنشائية كما هو موضح في النموذج الثاني أدناه في هذا النموذج. انتبه، يجيك صيغة السؤال إذن write a fact file، أكتب ملف حقائق about a wild life، عن أي نوع من الحياة البرية. فانتبه لي، من يقول لك fact file لازم تكتب جدول، الجدول مالك يقسم على الشكل الآتي، تبدأ فوق تكتب العنوان fact file، بعدين الخانة الأولى تكتب بها kind of wild life، نوع الحياة البرية اللي أنت راح تكتب عنه، plus example إضافة إلى أمثلة عن الحياة البرية في تلك المنطقة. مثلا هنا شنو كتبنا احنا؟ the marshes، الأهوار، نكتب عن منطقة الأهوار. example أمثلة الحياة البرية المتواجدة هناك، مثلا عندنا flamingos طيور الفلامينغو، pelicans البجع، herons مالك الحزير. زين، خانة ثانية where، أين تتواجد هذه البيئة، هذا النوع من الحياة البرية وين موجود، اللي هي المارشز وين موجودة؟ in the marshlands، في أراضي الأحوار، in the southeast of Iraq، في جنوب شرق العراق. إذا موقع هذه البيئة في جنوب شرق العراق. when، متى شنو؟ يعني متى ظهرت هذه البيئة، متى تزدهر هذه البيئة، أفضل أوقات السنة بالنسبة لها. Life in the marshes، الحياة في الأهوار، started، بدأت، thousands of years ago، قبل آلاف السنين. And witnesses، وشهدت، many changes، الكثير من التغييرات. It flourishes، تزدهر، during spring، خلال فصلي الربيع and summer، والصيف. when migratory birds come، عندما تأتي الطيور migratory المهاجرة to the area، إلى المنطقة. what has changed and why، ما الذي تغير ولماذا؟ the draining of the marshes، the draining، تجفيف the marshes، الأهوار، in the 90s، في حقبة التسعينات، أبان النظام السابق، caused a significant change، caused، سبب، change، تغييرا significant، كبيرا، مهما، in the ecosystem، في النظام البيئي. however، وعلى أي حال، some of the marshes، بعض أراضي الأهوار، have been restored، يعني استعادت عافيتها، أعيد تأهيلها، after flooding the area، flooding يعني يغمر منطقة بالمياه، بعد غمر المنطقة بالمياه. أخيرا عندنا هذا رأي شخصي، what do you think about، ما الذي تعتقده حول هذا الموضوع، حول هذه البيئة. I think، أعتقد، it's a very important habitat، أعتقد أنها بيئة سكنية مهمة جدا، لمن؟ لأصناف كثيرة من الحيوانات. because it is the homeland، لأنها تعتبر الموطن، for many species، لعدة أصناف of animals، من الحيوانات، and we have to protect it، وعلينا حمايتها. انتبه لي، شوف الصيغة الثانية، من يقول لك write a paragraph، اكتب مقطعا إنشائيا about wildlife، عن الحياة البرية. نفس الموضوع the marshes،
منطقة الأهوار are very wide areas, هي مناطق وايد واسعة very جدا, are very wide areas, هي مناطق واسعة جدا of wetlands, من المستنقعات المسطحات المائية and reeds, والقصب. وين موجودة؟ in the southeast of Iraq, في جنوب شرق العراق. It is one, وهي واحدة of the most important habitats, واحدة من أكثر البيئات من أكثر مواطن الحيوانات أهمية in the world, في العالم. ليش؟ as it is, حيث أنها the homeland, تعتبر الموطن to millions of birds, لملايين الطيور, and the stop over, ونقطة وقوف ونقطة استراحة for millions of other migratory birds, migratory مهاجرة, إذن وهي نقطة استراحة لملايين من الطيور المهاجرة. زين. After the draining بعد عملية التجفيف in the 90s, في فترة التسعينات, many species, الكثير من الأصناف of birds, من أصناف الطيور, extinct, انقرضت, or near extinction, أو قريبة من الانقراض حاليا. Today, أما في يومنا هذا, في أيامنا هذه, some of the marshes, بعض الأهوار, have been restored, أعيد تأهيلها after flooding the area, بعد غمر المنطقة بالمياه, and we have to protect, وعلينا أن نحمي this habitat, هذه البيئة, because it affects, لأنها تؤثر the ecosystem, في النظام البيئي. هذا الإنشاء انتهى. هذا الإنشاء هو مجرد مثال تستفيد منه. هناك أمثلة كثيرة للإنشاءات في الكتاب, ممكن تأخذ جزء من النص مال الأهوار تعتبره إنشاء. في ملازم كثيرة تتوفر إنشاءات, ربما تجدها أسهل من هذا الإنشاء اللي أنا كاتبه وكلماتها أبسط. أنت حر في اختيار الإنشاء المناسب الأنسب لك والذي تكون لك قدرة أكثر على حفظه. إذا أنت عندك قدرة أنك تكتب إنشاء من عندك فهذا أفضل. بدون زعل أقول أنه هذا النوع من الطلاب قليلين جدا اللي عندهم قدرة أنه يكتبون إنشاء من تأليفهم الخاص, ولذلك رجاء اهتموا بحفظ نماذج الإنشاءات, لأن هذه مسألة تعتمد على درخ, وحرام تضيع درجة اعتمادها على الدرخ البحت, يعني حفظ صرف. فرجاء اهتموا بها. عندكم 4 إنشاءات بابا أنتم, يعني عندكم إنشاء الوحدة الأولى مال إيميل لصديق أو لأحد أقربائك تتكلم فيه عن صديقك المفضل في المدرسة, وإنشاء الوحدة الثانية اللي هو عندك توجيه دعوة لشخص ما لحضور حدث معين مثل تخرج المدرسي مثلا, وإنشاء الوحدة الثالثة هذا اللي درسناه حاليا عن الحياة البرية, وعندك إنشاء الوحدة الرابعة تتكلم فيه عن نفسك نوعا ما. يعني عندك فقط 4 إنشاءات, فيجب عليك أن تحفظ 3, مو شرط تحفظ 4, احفظ 3 فقط, لأن يعني بالامتحان الوزاري يأتيك إنشاءان تختار منهما واحد. فأنت إذا حافظ 3 وتارك 1, هذا الواحد إذا أجاك بالامتحان فهو بالترك أصلا, أنت راح تتركه أصلا. فأحفظ 3 فقط, لا تعب نفسك, احفظ 3. عندك مقدرة تحفظ 4 هذا أفضل, ولكن احتياطا واختصارا للوقت, أي إنشاء من الإنشاءات 4 تجد فيه صعوبة بالنسبة لك, اترك هذا الإنشاء جانبا, لا تدرسه حاليا ولا حتى بالامتحان تدرسه. احفظ 3 إنشاءات وسيطر عليها. أتمنى لكم التوفيق, ونلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله على مود ندرس ماذا يوجد في الوحدة الرابعة اللي هي بالأساس وحدة مراجعة, راح نحل بها تمارين كثيرة موجودة بالأكتيفيتي, بس بيها قطعة عليها أسئلة مهمة راح ندرسها اللي هي قطعة حياة إبراهيم, وتحتوي على إنشاء أيضا راح نطلع عليها اللي هو قلنا الإنشاء اللي تتكلم به عن نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, إلى لقاء قريب إن شاء الله.